اي مساء الخير خياتي خواتاتي، اليوم ندير لكم عشاء ظريف. دجاج محمر في الفوق مع البطاطا صوتي. هاي الكوكوطه تاعنا تغلي، البطاطا قديها لي صغيره، تحطيها في الماء والملح وتخليها تغلي. كي تشوفيها طابت دخلي الموس فيها، صيبيها طابت نحيها وتنقيها باه نقليوها. ومن جهه اخرى عندنا الدجاج هكا على حسب الافراد العائله تاعك. تحطي الدجاج، تحطي الطوماطيش مع المعدنوس هكا فوقها، زيدي الثوم سرحي، وتزيدي ديري شويه سكن جبير، خاطرش الدجاج على بالكم يحب السكن الجبير. بكري صح كنا ما نعرفوش، بصح انا عارفين دركا عنده فوائد كثيره، هو والكركم اللي راهو دركا عنده فوائد كثيره. هكذا تزيدي الملح هكذا والزيت تاعنا، نديرو شويه زيت هكذا، شي حاجه كبيره شويه، حتى زوج مغارف كبار تاع شربه. وتاخذي البصل تعمري البصل هكذا هكذا وخلطوها. شوفوا خلطناها مليح مليح، ونديروها في الفوخ يكون سخون حامي يكون قاوي، ونخليوها طيب لنا. كي نشوفوها طابتنا من تحت نزيدو نحمروها من الفوق، ونغطيوها بالالومنيوم. اللي ما عندهاش الزجاج هذاك اللي اسمه تاخذ الومنيوم ونغطيوها كامل ونخليوها طيب. ها نديروها هكذا كيما راكم تشوفوا خواتاتي، نغطيوها هكا مليح بالالومنيوم. ها اللي ما يعرفوش راني وريتهولو، على بالي كاع يعرفو بصح بالك يا ناس ما تعرفش بالك، سبحان الله. ونحطوه يتحمر خواتاتي. شوفوا الدجاج يخونا ويطيب، والبطاطا ها نخيرو هذيك الصغيره، ها انا غليناها ونقيناها بالقشره تاعها، ونحطوها هكذا في الزيت تتحمر. ومن بعد نوريكم صح التقديم كيف البطاطا طابت لنا، حمرناها في المقله والدجاج اللي طيبناه في الفوق. شوفوا يا البنات ها شوفوا كيف طابت لنا، راهي تشهي. ها نجبد لكم نوري لكم بعينيكم وتشوفوا. ها الدجاج تاعنا، وهذيك البطاطا شوفوا كي قليناها دخلناها ثم في الفوخ. شوفوا يا البنات ها جات هايله وتشهي. ها وجربوها جربوها، وتحبوا علقوا لي، شوفوا قولي لي واش رايكم، واشتركوا في قناتي وصحاشاتكم.